على مطرح حيث الحالة رح كلاب فتحت علي من أول غني وطاطول مجال لحتى وصل صوتي بيل أول كنت خايف وتغلط على ربي أوكي هيدي كلماتي بتعبر عني جواتي أنا بعرف في مواهب كتير ويمكن أحسن مني بدي كل العالم تعرف إنه في عنا مواهب أنا منهم عم غني كلماتي بدي أكتب الورقة والقلم وبصوتي بدي أقول لجنة الحكم شو رأيك يا ست نجوى بعرف في غيري أقوى بس انا واثق من حالي وفي كلامي في رساله انه نحن موهوبين هيدا اللي بدي غني مش بس عم بقول عن حالي عم بحكي عنك وعني بس في عندي رساله انا حابب انها توصل كل اللي رح يسمعها صار وقت الجاي بوصل كلها شمع كمان من ورا يا استاذ عمري مطرق سياره على شمع وصل كلامي واقول اللي جوايا ويا عايز النهضه الجمهوري وقف معايا عشان اللي مش عارف يعرف احنا مين وين شكرا نحن العرب عندنا موهوبين يا استاذ علي انت بتسمعي للي تيري القصه بصراحه هي رح اسيب من الالفيت واثق على الموهوب اللي ادائه 100 100 بعرف يمكن صعب كثير تعمل اغنيه مش عشان سياره جاي انا او عشان مصاري جاي حتى تشوفوا فن وكان هيدا اختياري وانت ما قبلتوني بين العرب كنت عرفتي كفي اللي جيت وسمعتوني وقدمت ايه fucking rocks دور لي تلفزيون ابويا اقعد حط الدور قريب على ابو ليلى على ام بي سي 4 ايوه بير ابو ليلى انا عندي موهبة انا ابو ليلى في رسالة بالرأس كمان شو هيك بتحب تشوفني على مسرح ابن الشعكوت على شو؟ ابن الشعكوت على شو؟ انا شجعناك يا عمي كنت قتلته القاعدة على الموتيك حبيبي دجاج طلع لا مش مشكلة يسمعوها ما نحن هلا عم نفرجوا فيشوفوهم ما تعتمدوا طيب اذا وصلت لهيك شو رح تقدم تشوفني؟ هذا هلا عم بركز يعني شو في قضايا اللي عندنا بلبنان العالم يعني العالم عم تشكي منها كثير مش عارف ثورات مثل ما عم تشكي منها كثير مش عارف ثورات مثل ما عم تشكي منها كثير مش عارف ثورات مثل ما عم تشكي منها كثير مش عارف ثورات مثل ما عم تشكي منها كثير مش عارف ثورات مثل ما عم تشكي منها كثير مش عارف ثورات مثل ما عم تشكي منها كثير مش عارف ثورات مثل ما عم تشكي منها كثير مش عارف ثورات مثل ما عم تشكي منها كثير مش عارف ثورات مثل ما عم تشكي منها كثير مش عارف ثورات مثل ما عم تشكي منها كثير مش عارف ثورات مثل ما عم تشكي منها كثير مش عارف ثورات مثل ما عم تشكي منها كثير مش عارف ثورات مثل ما عم تشكي منها كثير مش عارف ثورات مثل ما عم تشكي منها كثير مش عارف ثورات مثل ما عم تشكي منها كثير مش عارف ثور